هاي مشاهدينا، احنا موعدكم مع تيبس، واليوم التيبس هيدا تابلو مهضوم مع زرار. اول شيء يلزمنا طوال، فينا نشتري الحجم اللي بدنا اياه اكيد. بدنا ندهن طوال لون ابيض، ديجا هو ابيض بس بدنا ندهنه. نرجع ناخذ بانتور فضي نحن منجيب كل غراضنا من عند يوريدي معود اكيد، بدي احط بعد شوي. اليوم في بارتي بالاجواء هيك بارتي، وبدي مشح شوي على التابلو لما يطلع كله ابيض. تنعطي شوية إفي ولا بس شوي. بدنا نشتري زرار كبار بهالشكل، بدنا نجيب خيط. انا جبت الخيط لونجن فيس نوتر اكتر. بدنا نقص الخيط نعمله طاقين، نفوتو بالزر بهالشكل، نرجع نشد. تاني ميلي زيت الشي، ناخذ الزر نقلب الطوال نربطه بهالشكل. بعدين بدنا نثبت بالجلوغان. اول شي حط كل الزرار منتابع اوقات بيكون عندنا فدار زرار بالبيت ما بنعرف شو بدنا نعمل فيهم بهالشكل. فينا نعمل تابلو مهضوم
فولا، بدي احط مارون، فولا، مهم كمان نشكل بالألوان. بدي احط هلا لون ازرق، يلا شوي بدنا ننتبه نعمل لون نفس القياس تقريبا، يلا دقيقة بعد عندي بدي خلص هاي، تقريبا خلصت. فيني حط بعد، انا تقريبا عم فرجيكم التكنيك، انتو حسب ذوقكم فيكم تكفوا فوالا فوالا خلصنا التيب لليوم، انا برجع بشوفكم بكوكينج اتوتالور.